حب المغامرة وكسر الأرقام القياسية أبرز ما تميز به الشاب البحريني أحمد المريخي الذي قطع آلاف الكيلومترات في رحلة استغرقت أكثر من شهرين متتاليين متخطيا بدراجته النارية 27 دولة في 3 قارات ليكون من ضمن البحرينيين القلائل الذين وصلوا إلى هذه الأرقام من خلال هوايته الفريدة. 65 يوما قضاها على هذه المركبة الصغيرة، عبر 3 قارات وطاف عشرات الدول في إنجاز بحريني فريد من نوعه، وعلى خطى والده رحمه الله الذي كان يعشق السفر غير التقليدي. صادق أحمد هذه الدراجة حتى ألفها لتبدأ حكايته الخاصة معها. قطعت في خلال هذه الرحلة 27 دولة، 24,000 كيلومتر وشوي. أقصى شيء وصلت له اللي هو شمال أوروبا، الدول الاسكندنافية. ومنذ تخطيه لأول مرة عتبات مملكة البحرين في عام 2013 لم يواجه الدراج البحريني صعوبات كما عايشها في هذه الرحلة الطويلة، أو فلنقل في هذه المغامرة. أبرز الصعوبات كانت المناخ والجو، يعني كان البرودة، الجو البارد، خصوصا نحن صادف وقت رحلتي كان صادف كذا منخفض جوي. طبعا أنا كنت مستعد قبل هذا الشيء بالملابس الخاصة اللي حق الدراجة، وعساس تكون تفادى درجة البرودة المنخفضة. وبعد أحس أنه مع الجو اللي لقيته في الدول الاسكندنافية كان لازم أسوي أشياء ثانية، اللي هي مثلا أوقف، ما أقدر مثلا أقطع أكثر من 50 كيلو أو 60 كيلو، أوقف في محطة بترول أو أي شيء أنه أدفي نفسي، أوقف أدفى يعني، وبعدين أرد مرة ثانية أكمل المسير، لأن كان الجو كان وايد صعب. المريخي الذي أنهى جل رحلته وحيدا واستطاع كأول بحريني صعود الجبل الأخضر بعمان لم يكن يحمل في قلبه سوى الطموح والشغف لتحقيق أهدافه. طموحي أني أسجل أو أكسر رقم سويته أنا مثلا بعدد الكيلومترات أو عدد الدول اللي زرتها، أماكن أبعد، قارات أكثر. لكن مثل ما تعرف هذا الشيء محتاج دعم، وهذا الشيء اللي أنا قاعد أسعى له الحين. والهدف الأول والأخير هو رفع علم البحرين في أبعد مكان ممكن أوصله كدراج بحريني. بعد أن عبر آسيا وشق طريقا في أفريقيا وطاف أوروبا حتى وصل إلى روسيا، اليوم يتطلع إلى كسر أرقام جديدة في رحلاته القادمة. بطموح عال شق الآفاق، وبهاتين العجلتين رسم ملامح طريقا شاقا، وبالرغم من طوله استطاع أن ينهيه بكل نجاح. كتب اسمه عليه وزخرفه بألوان علم بلاده. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.